ومن هنا أنا بقول بقى للمشاهد اللي بيشوفني لما اتكلمت على مارلين مونرو وداليدا وروبن ويليامز أني هنا كان في فراغ. إمتى أجد المعنى؟ إمتى أجد القيمة؟ أجد المعنى والقيمة لما أبى أنا مدرك أن أنا مشروع الله. هل جملة مشروع الله دي توصل للمشاهد؟ طبعا. أنا مشروع الله، أنا مشروع إلهي، أنا صناعة إلهية وأوجدني مشروع إلهي. فأنا كل يوم بصحى الصبح وأقول له يا رب أنا بين إيديك، استخدمني، استثمرني، أنا لك ولغيرك لن أكون. طب صدقني يا أسيس نزار إن أنا بتكلم على مستوى حياتي أنا الشخصية، إن اليوم اللي ببدأ وأقول له يا رب أنا بين إيديك استخدمني واستثمرني بيبقى يوم مختلف عن اللي أطلع فيه بعشوائية وأنا أسيس. لكن اليوم اللي بطلع فيه بعشوائية من غير ما بقول له أنا 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 بتاعك يا رب، أنت اليوم بقول كده كل يوم الرب بيدهولي ده علشان عايز يباركني وعشان عايز يجعلني بركة وعايزني أحدث فارق مع كل واحد يقابلني أو أتكلم معاه أو أتعامل معاه، وأحدث فارق في حياة كل من أتعامل معه لمصلحة الملكوت مش لمصلحتي. يعني أنا مش بقابل، أفترض أن الأسيس نزار جه في سكتي، مش هو الأسيس يعني واحد شخص ما، أنا بصنع فارق في حياة الشخص ده لمصلحة الملكوت مش لمصلحتي. أني يعجب بي أو يتبسط مني أو ينبهر بي، لا، ده أنا بلفت نظره ليه وباخده في سكة الملكوت. هنا بجد القيمة والمعنى.